حصل. لا دي لحظه تاريخيه يعني لازم نقعد نفنطها كلها من اولها لاخرها. لا هو كان في جنان في اوضه اللبس. جنان لا ده كان في فرحه رهيبه لان احنا بين الشتين اصلا كان في حاجات كتير حصلت وبتاع. احكي لي. فزعيق وكلام وقصص شناوي. لا كتير الشناوي اتكلم والسلاك اتكلم. سعد سمير جالي كان عايز يضربني. لا ليه؟ اللي هو سعد لما جالي في يعني سعد من الناس اللي انا بحبهم جدا طبعا. من زمان يعني هو قريب مني لحد دلوقتي دايما بتواصل معاه يعني. هو لما جالي بين الشوتين احنا يعني كنا كويسين في الاول لكن مش افضل حاجه يعني. هو كلمني جالي وبتاع خدني كده بيني وبينه وفضل يعنف فيها وبتاع قال لي انت لو بقيت كويس احنا هنكسب. لو انت ما بقيتش كويس احنا مش هنكسب الماتش ده. لازم يبقى عندك مردود اكتر من كده وتتعب وتساعدنا شويه عشان نكسب. قلت له حاضر بس. فالحمد لله ربنا استجبت لسعد. لا طبعا انا بحب اسمع يعني طالما اي حد اكبر مني او اصغر مني هيديني نصيحه كويسه ليا لا اسمعها طبعا. مين كان اعلى صوت ما بين الشوطين في اوضه اللبس؟ الشناوي دايما. الشناوي دايما بين الشوطين صوته بيبقى اعلى واحد. يعني هو دايما بيحب بيحب دايما يتكلم بيحب دايما لو حس ان الفرقه مثلا مش في احسن حالاتها يعلي الصوت شويه بحيث ان لو حد مش مركز ياخد باله بالظبط. بس فهو دايما يعني بيتكلم الناس. في الحته دي حلو قوي. مين كان اكتر كله اكيد كان طاير من الفرحه لكن اللي انت حسيت ان عنده فرحه يعني مش طبيعيه؟ لا الفرقه كلها والله. كابتن سيد. كابتن سيد عبد الحفيظ. لا كابتن سيد مش طبيعي. كابتن سيد عمل سبرنت من على الدكه لحد الجون. ودخلنا بقى اوضه اللبس. كابتن سيد اصلا يعني بيفرح بطريقه رهيبه. سيد طبعا. لا كابتن سيد مجنون اهلي. طبعا. وبيحب الاهلي موت. فكان طبعا طبعا. هو لا بص احنا جوه بقى فضلنا رقص قعدنا كده بتاع ساعه مثلا كده. يا كابتن كل الفرقه كلها مع العمال. بص كابتن سيد داخل واللعيبه كلها وموسيماني دخل وكلنا واتبسطنا. بعد كده رحت واخد نفسي بقى وطاير على العربيه. طرت على العربيه على البلد على طول. من العربيه على البلد. على عمل لك احتفال عظمه العظمه. ده يعني من احسن ايام حياتي يعني فعلا؟ تقريبا يعني تقريبا الوقت ده كان احسن من فرحي كمان. يعني انا لما والله رحت والله العظيم. لا لما رحت البلد انا اتفاجئت بصراحه. الناس اللي عامله ده من نفسها. لا انا مش مرتب حاجه ولا عامل حاجه وحد يعرف ان انا هجيب جون وحد يعرف يعني يكسب. فانا اتفاجئت اصلا. فركبت العربيه ورحت البلد. انا اتفاجئت حتى الناس مش مستنيين عند البيت لان الناس جايه لي في البلد مقابلينك في المدخل الطريق وبتاع. انت رحت كومبرا؟ في كومبرا. فلما رحت وبتاع جبت العربيه لقيت بقى ابويا وعمي جمال اللي هو عمي جمال الكبير يعني وابويا اللي بعدين. فلقيتهم جايين والبلد كلها جايه وراهم. فانا نزلت بقى رحت واخدهم بالحضن. الناس فضلت شايلاني بصراحه. يعني دي حاجه اللي انا ما بنساهاش لاصحابي ولا ولا لاهلي بلدي. في ناس في واحد صاحبي فضل شايلني من اول ما دخلت البلد لحد البيت. ده لسه في المستشفى بيتعالج عيني لحد دلوقتي بقى. لا مش ده. كتفه اتخدلت. لا لا كويس الحمد لله. كان لسه بيكلمني النهارده. طيب تمام. فدي حاجه كبيره جدا ان هو كمان يشني المسافه دي كلها. طبعا. دي حاجه فاكرها له. الفرحه. طبعا. لا كابتن انا والله ما كنت مصدق ولا كنت اعرف ان ده هيحصل. ايوه. فدي كانت فرحه كبيره جدا يعني انا يوم فرحي ما كانش كده. لو كنت طاير من الفرح يوم فرحك جينا لك الفرح والناس كلها كانت فرحانه. الحمد لله.